كن كما يقال خفيف الظل. استمعوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة. هل تريد أن تكون محبوبا لا مبغوضا عند الناس؟ فكن خفيف الظل، سواء كنت زوجا أو كنت زوجة أو أب أو أم أو جار أو صديق أو غير ذلك. فالإنسان خفيف الظل إنسان طيب، كلامه جميل، وصاحب ابتسامة مشرقة، ومؤدب، وخلوق، وما شاء الله في تعامله، والناس تشتاق إليه، وتتمنى جلسة معه في كل اللحظات، وإذا أراد أن يغادرهم، يعني ما وقع ملل من حديثه، ولا من كلامه. فهذه الصفة يعني ما شاء الله إذا تخلق بها المسلم. عكس الشخص يعني ثقيل الظل، يعني كلامه خبيث وتعامله فيه شيء من العنف والغلظة والشدة، وليس له ابتسامة، عبوس الوجه، كريه المنظر. إذا قال كلمة يعني تشمئز منها النفوس وتجرح القلوب، وترى الناس يعني يتمنون أن يغادر يعني مجلسه، ولا يحبون لقاءه ولا الجلوس معه. يعني هذه الصفة خص أي مسلم خصو يتميز بها، وأنصح الأزواج كذلك يعني بهذه المسألة، مهمة جدا. الزوج مخصوص يكون ثقيل الظل، حتى أنه الزوجة كتكره منين كيجي داخل، تكره بمعنى الكلمة، يعني كتمنى لو كان يبقى برا احسن، لو كان طول السوايع ديال الخدمه احسن، لو كان يمشي يسافر او يزور عائلته احسن، وكتكون مرتاحه ملي ما كيكونش في الدار. كيدخل الدار كتحس براسها مخنوقه، كانها في سجن، كانها في علبه يعني مغلقه. يعني هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الزوج ديالها ليس بخفيف الظل، ثقيل ثقيل. كذلك الزوجة العكس، يعني شحال من إنسان من زوج كيكون يعني في خارج البيت يعني ما شاء الله، يعني يحس بالراحة ويحس بالنشاط ويحس بالسعادة ويحس ما شاء الله مع الأصدقاء معه، لكن بمجرد أن يدخل إلى المنزل يعني يكره ذلك اللقاء، ويكره تلك النظرة في تلك المرأة، لأنها عبوسة الوجه، كريهة المنظر، ثقيلة على نفسه، ليست بخفيفة الظل، لا في تصرفاتها ولا في كلامها ولا في معاملاتها ولا غير ذلك. يعني فخص الزوجة تكون ذكية، يعني تكسب الزوج ديالها في هذا الجانب هذا، باش أنه يتمنى فوقاش يرجع للدار. تجيه السوايع نتاع الخدمة أو السفر أو غير ذلك طويلة طويلة جدا، وكيشتاق فوقاش يرجع للدار، لأنك يحس بالراحة في الدار أكثر من برا من الخارج. كذلك الزوجة إذا كان الزوج ديالها خفيف الظل محبوب عندها، يعني كتبقى تنتظر فوقاش تسمعوا داخل، كتحس بواحد الراحة بواحد النشاط بواحد السعادة ما شاء الله، ومنين يغيب عليها الزوج ديالها كتمنى فوقاش يرجع. يعني هكذا خص يكون الزوج، هكذا خص تكون الزوجة. كذلك الأب مع الأولاد يعني الذرية ديالو، الأم كذلك. هكذا علمنا القرآن وهكذا علمتنا السنة. إنسان خصو في لما مشي يكون محبوب، لابد أن تكون محبوبا. إذا كان إنسان مبغوضا والعياذ بالله فيراجع نفسه، يراجع نفسه، لماذا أنا هكذا؟ لماذا يبغضني الكل؟ لماذا لا يقبلني الكل؟ لماذا يكرهني الكل؟ والعكس، إنسان محبوب الحمد لله الكل يحبه، الصغير الكبير، الذكر الأنثى، جار، أولاد، يعني الزوجة مع الزوج وغير ذلك. فهذا بشارة لهذا الشخص أن ما أحبه الناس إلا دليل على أن الله أحبه قبله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا أي محبة في قلوب الخلق، والأرواح جنود مجندة كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ونصيحة يعني للأزواج
لان البيت المسلم كان باني على الزوج والزوجه، خصنا نركزوا عليهم يعني كثير كثير. استمع ايها الزوج، الا كانت الزوجه ديالك ما غاديش نقولوا غادي تكون معصومه، الزوجه غادي تكون كانها فاطمه الزهراء رضي الله عنها، بنت رسول الله، سيده من سيدات نساء العالم، راه ما غاديش تكون بحال هكذا، لابد عيوب، لابد نقائص، لابد هذه طبيعه الانسان، الكمال البشري للانبياء والرسل، ثم الامثال في الامثال. فإذا لقيت الزوجه ديالك يعني فيها غير واحد الجزء نسبه مئويه انها مزيانه ما شاء الله، احمد الله وشكر، احمد الله وشكر. حتى الا كرهت فيها شي حوايج، كاين شي حوايج اخرين يغطيو على داك الشيء، كما قال عن النبي عليه الصلاه والسلام: اذا كره منها خلقا رضي منها اخر. ما تجيش تكرهها 100%، كان بعض الاخلاق اللي غادي تكرههم فيها، ولكن كان بعض الاخلاق اللي غادي يجعلوا هذيك الاخلاق الشينه الزينه اللي مزيانه غادي تغطي ديك الاخلاق اللي ماشي مزيانه. كذلك الزوجه، مع الزوجه كذلك بالنسبه لي يعني علاقتها مع الزوج. فاذا كان هذا الزوج هذا يعني فيه اخلاق ما شاء الله مزيانه نسبه مئويه لا يستهان بها، احنا ما غاديش نقولوا تلقى هذه الزوجه بحال الخلفاء الراشدين والائمه الاربعه، و يعني ما يضرب بهم المثل في الصلاح والتقوى والزهد، و يعني الا كان غير واحد النسبه مئويه، خاصه في هذا الزمان اللي رحنا فيه، واحد النسبه مئويه ديال الصالح، الانسان يحمد الله ويشكر على هذا الطرف اللي راه يعني عايش معه وشارك الحياه دياله. حتى الى انه كرهت منه خلقا او اخلاقا، غادي ترضى منه اخلاق اخرى، جهه اخرى كتغطي على اخرى، جهه اخرى كتستر اخرى، جهه اخرى كتعدل على الجهه الاخرى، وهكذا. الانسان احيانا يغض الطرف عن بعض الهفوات، واحيانا يعني يشكر حوتني الحاجه المزيانه، وهكذا وهكذا. اما الانسان يوضع المجهر، الزوجة توضع المجهر على الزوج ديالها وتراقبه فوقاش يغلط، فوقاش يسهى، فوقاش يخطأ وتفضحه، أو أن الزوج إذا وضع الزوجة ديالو في المجهر الإلكتروني ويبقى يراقبها 24 ساعة على 24 ساعة فوقاش تخطأ، الله سبحانه وتعالى ما كيحاسبناش بهذه الطريقة هذه، كيراقبنا نعم وهو معكم أينما كنتم، لكن ما كيعاقبناش بمجرد أننا نخطأ أو يوقع، كينتظر منا التوبة، ينتظر منا العفو، نطلبوا العفو والمسامحة، يسامحنا الله عز وجل وغير ذلك. فالإنسان لا شي مخطرة كيتصرف جدي بمجرد الخطأ الأول أو الخطأ الثاني، صافي يكره ذلك الإنسان ويهدده والطلاق وغير ذلك من الأمور، يعني ما هكذا تورد الإبل يا سعد كما قال عليه الصلاة والسلام. والإنسان في هذا الزمان أيها الإخوة والأخوات، يعني ربما مثلا رجعوا حتى الزوجة والزوج، شحال من زوجة كتبان لها بانها راه مظلومه مع ذاك الزوج، ما عايشاش معاه مزيان، فيه بعض الخصال شينه، لكن لو كان تشوف بالمقارنه مع شي رجال اخرين راه تحمد الله وتشكر على ذاك الزوج. وشحال من زوجه بدلت الزوج، يعني طلقت من هذاك وتزوجت واحد اخر، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان، ندمت وكيبان لها ذاك الرجل الاول كنز. وكان من زوج كذلك غير الزوجه ديالو، بدلها، طلقها وبدل ودا واحده اخرى، ولقى ما يندله الجبين، اندم ولقى هذيك الزوجه الاولى كنز من الكنوز. ويقدر يوقع العكس عاون، يلقى الانسان ما هو افضل، ما هو افضل، ولهذا الانسان يشوف مع من يرتاح وما يركزش في الطرف الاخر 100%، ويستعمل معه الجديه، ويستعمل معه الميكروسكوب، ويراقبه ويكون ثقيل الظل معه، يعني كريه المنظر وغير وغلظه وعنفه، يعني هذا ما غاديش تكون نتيجة مزيانة، ما تكونش النتيجة مرضية محمودة، وإنما غادي توقع ما لا يحمد عقباه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.